الو، السلام عليكم. صباح الخير عليكم. كنت غادي راه ميدي اليوم، غادي نمشي ندير واحد لوسون مع داير لا ميكاب لا والو، ما درتش حتى ليكران باسكو غندير واحد لوسون خفت ولا يديرونجي في لابليكاسيون تاع لوسون. دونك غنديكم معايا باش تشوفوا فين غندير هاد لوسون وشنو غندير. ستاي توند. كما كتشوفوا هنا في ستاسيون مترو، كنتسنى مترو ديريكسيون رون بوان برادو. دابا وصلت رون بوان برادو فين كاين ستاد فيلودروم، ما كيبانش من هنا. جاي سي دو مونطري توت الور. انا غنمشي دابا ندير لو سوان ومن بعد غادي نوريكم. جاي سي ان بو زومي الفيزاج باش من بعد تشوفوا الفرق، اي ابري من بعد غنوريكم الريزولتا. ا توت الور. على بالي شحال زوينه اليوم. عندنا بروميير جور دوفيرتور ديال الانتيريور ديال لي كافي ريستورون افون كانوا غالي تيراس. الدنيا ها هما بون. دونك الناس فرحانه، الناس خارجه، اي انا هاوك بيانتو غنوصل الفين عندي الرونديفو. جو فو مونطري. قبل ما كنبداو، اول حاجه كيعطيوها لكم واحد الفورمولير اللي كتعمرو، اللي فيه كاع لي رونسينمون عليك على حساب الحاله الصحيه ديالك، واش عندك شي مشاكل ديزاليرجي ولا شي حاجه بحال هكاك. كيعطيوك الوقت باش تقراها وتعمرها ترانكيل. اول حاجه كتبدا بها هي انها كتنقي الحجبان، كتقادهم بلا تنسيلي، ومن بعد كتراسيهم بالكريون. هنا حاولت نزومي باش نوري لكم الماتيريال اللي كتستعمل، واحد ليكوي وواحد لابيتيت لام اللي غادي دير بها ميكروبيدينغ. من بعد كتحط البرودوي فوق ديك الجريحات اللي كديرهم هذيك لام. الى لاحظتوا هنا انا حاولت نزومي، كيبان لكم انه كاين الدم، لان فريمون هما دي كوبور اللي كيداروا في الجلده في لابو باش ان البرودوي كيدخل سو لابو ويبقى مده طويله. Et après, ça va s'estomper, la couleur, ça va elle va... un petit peu s'estomper. D'accord. Allez, vous regardez dans le grand. Voilà, je viens de sortir. Ça va, le résultat, je dois dire, ça va pour le moment. Mais je vous fais une semaine parce que je vais être 4 fois à 4 fois. Il y a des précautions spécifiques à faire. Je vous dirai après, je m'en sors d'air. Mais ça fait mal. Tout ce que je peux vous dire, là, c'est que le résultat, je vous fais une semaine, je vais un retour. Mais ça fait très, 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 très mal. A plus. جبتكم معايا المارسي، جبتكم معايا الفيو بور. هادي لا كانوبيير. غادا دابا اليوم دوزيام بارتي ديال ميكرو بليدينغ. باغا نصور نبوستي لا فيديو الاولى، مي قلت خلي تن ندير لا دوزيام غوتوش باش ديك الساعه تكون الفيديو كومبليت، لان لا دوزيام غوتوش كدار بعد 6 سمان ابخي لانترفونسيون، ابخي لا بريستاسيون بلوتو. دونك فوالا، انا دابا غادا واحد البلاصه هنايا، اوني با لوان ديال لو فيو بور. شميشه، ناس مجمعين. هاد البلاصه فيها دي بتي كافي تو، وهادي سي لا رو بارادي اللي ها فين غنمشي انا. دونك فوالا، انا دابا غادي نمشي ونصور لكم من بعد شنو غتصايب ليا هي، ونقول لكم كيفاش الفا انترفونير. شتو هاد لو بتي بيس توريستيك ديال مارسي، مزيون هذا. كنت مشيت شي واحد مرة وديت البنيات، كيمشي تا لنوتخ دام دو لاكارد، من بعد كيمشي للا كورنيش كيليدي، المهم كيدير دورة في مارسي. ها هو، وها
دونك ما عليناش انا دابا غنطلع حتى لو او ديال لا رو بارادي باش نمشي ندير لا روتوش ديال الميكرو بليدينغ. وانتم معايا هو انا دابا وصلت لاتولي دو سورسيل. هو ما كاينش في نفس البلاصه اللي مشيت النوبه الاولى مي تقريبا نفس الشكل دايرين لا ميم ديكوراسيون حيت هما سي اون فرانشيز بحال المره الاولى. عاوتاني الفورمولير اللي خاص تعمر و ابري كتانستاليك. دونك انا هنا جو مو سوي انستالي و جات الما تراسي لي سورسيل كيف ما كتشوفوا. هاد الخطوط اللي كنوريهم لكم هما اللي قالت لي تما خصو يكون الحد ديال الحجبان. انا ما بغيتش حجبان يكونوا متباعدين بزاف. دوكو قالت لي على حسب التعليمات ديالنا خصك تسني واحد لا ديشارج بانك انت اللي بغيتي هاد الشكل وما بغيتيش تتبعي النصائح ديالنا. هنايا كملت لي الميكرو شيدينغ وكنقول ليها بان داكشي بان ليا شويه فرونسي. فوالا يلا كملت. ما نعاودش لكم عينيا حمرين بالبكاء تلمو صافي مال صافي مال كيوجع كيوجع لواحد الدرجه. ما نعاودش لكم المره اللي دازت الما اكسبليكي قالت لي ميكرو بليدينغ ديك كتكون ديك لالام سي تلمو صافي مال ما صورتهاش كتكون واحد لالام شويه طويله كدير هكا خطوطه. قالت لي هذاك صافي بلوس مال وما كيبقاش بزاف وهذا الا بغيتي اني في بلوس انتونس يبقى مع الوقت كديري الميكرو شيدينغ. انا قلت ليها كنت بغيت ان ميكست لي شويه هكا شويه هكا. دونك لو ميكرو شيدينغ صافي بلوس مال كو الميكرو بليدينغ على حسابي اللي قالت لي نو هذاك راه دغيا دغيا سي اوف كوا. بون بريف دابا هو هكا كيبان لكم انتونس. ان شاء الله كنوصل للدار وما يكونش صداع وداكشي نشرح لكم داكشي ميو. خاصني نمشي ندوز دابا لا فارماسي باش ناخذ لا كريم سيكاتريزونت اللي كانت اللي خص ضروري نابليكيوها بوندون اون سيمين و فوالا. و ابري دو جور اون جور كتمشي لانتونسيتي ما كيبقاش هكا غامق باسكو سينو سا في بير. anyway انا غندير نضارة الشمس باش نضرق باسكو فو بروتيجي دو سولي. و فوالا هادي من استرونجان بريفيكتور. انا دابا غادي نمشي اي اون سو بار بلو تار. يلا باي. هلو هلو لا فامي. دونك لا سويت ديال لا فيديو ديال ميكرو بليدي قبيله كنمشي ديك الشمس كيما وريتكم. مشيت لا فارماسي خديت لا بوماد وديك الشمس كدوخ. جيت تحت شي شويه قلت نكمل لكم لا دوزيام بارتي نقول لكم اش كاين. ها انتما دابا الريزلت اللي كيبان لكم. دارت لي فريمون داك لي في غليظ ليميت 3 دي داك الحجبان الخليجيات. مي قالت لي ما تخافيش راه غيمشي مع الوقت. يعني انا في الاول هكا تشوفوا يمكن كيخلع مي ابري مع الوقت كيمشي. دونك قالت لي شنو هما التعليمات اللي خصو يكونوا بوندون اون سيمين. ما نقيس ما نغسلش ما نقيش بالماء جوست نديزانفيكتي وندير هاد فوالا جو ديزانفيكت بالبيسيبتين اي كندير هاد لا بوماد هادي اللي كيقول لكم اللي خصك تاخذي بالضبط هادي ديال اكوافور ديال اوسيرين ولا اوسيران كل واحد كيفاش كيقول ليها. فوالا هادي كدير 9.90 هاد لو فورما اللي فيه 40 غرام وهادي خلاص البيسيتين ديزانفيكتون كتخد من لا فارماسي. دونك فوالا هذا بالنسبه لونتروتيان. من بعد كتبقى كيقول لك خاص تعاود لونتروتيان من 6 شهور حتى العام على حساب كاين على حساب كل وحده لابو ديالها. كاين اللي كتشد كاين اللي ما كتشدش. يعني تقدر تمشي لك تقدري تحتاجي ديري الروتوش في 6 موا كوم تقدري تحتاجي ديري لو روتوش في عام على حساب هذا. قال لك كيبدا يبان لك ان راه خو هذا اللون هذا وبدا كيبان ابيض وخصك يد الكريون بور كومبلي ديك الساعه عرف انه جا الوقت ديال ديال الغوتوش. انا بون كتجيني مره كنطلب بحال هكا مازال ما ولف جاني بيزار باسكو اوتون لا بروميير فوا قلت لكم درت غير الميكرو بليدينغ. يعني كتشد هذيك لالام كتشد هكا خط خط كتجرح فريمون كتجرح لا بو خط بخط ومن بعد كدير هذاك البرودوي عليهم كامل باش يتشرب هذاك داك الجروح اللي تماك. هذا سي بحال دابا واحد اللي برا هكاك بحال كتقمش كتبقى كضرب هكا بحال كتقب بحال وشام يمكن كتقب هكا 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 في لازون كلها. وكل مره فاش بدك تقابي كتحط البرودوي ما كتحتاجش دير فوق منه البرودوي كيمشي مباشره في هذاك. هذا اللي كيتسمى الميكرو شيدينغ. هي في الميكرو بليدينغ غلا من الميكرو شيدينغ.
لان كيكون نورمالمون بلو بريسي وهادي. وكاين الحل ما بيناتهم جوج هو لو ميكس اللي كيكون هنا في هاد راس الحجبان في هاد القنت الكوان الحجبان كيكون ميكرو بليدينغ بالشراطي وهنا ميكرو شيدينغ. فاش كتكون لا غوتوش يعني مثلا انت خلصتي ميكرو بليدينغ التاريف ديالو بلو شير وبغيتي ديري من بعد بانت لك ضراتك في الخوا وبغيتي بلو فونسي بغيتي ميكرو شيدينغ ديك لا ديفيرونس ديال لو بري مشات عليك يعني طومبي سي بيردي بور توا. الا كنتي درتي مثلا الميكرو شيدينغ في المره الاولى وبغيتي يبان لك شويه فونسي وفي لا غوتوش بغيتي ديري ميكرو بليدينغ باش تقادي اي با كتخلصي ديك لا ديفيرونس تزيديها ديك لا ديفيرونس دو بري اللي هي 80 يورو كتخلصيها. دونك فوالا انا هادشي اللي درت قلت ليها با فينالمون ندير الميكس اللي هو جاي يحل الوسط ولديك لا ديفيرونس ديال لو بري اللي ناقص على الميكرو بليدينغ اللي خلصت با طومبي. شنو بغيت نقول لكم عاوتاني الوغ المره الاولى فاش كتمشي دير لا بريستاسيون كيدير لك يكون باش تقاد لك لا لين ديال الحجبان وداكشي هما كيديروا ليبيلاسيون اونيكمون على باس ايبيلي كيقادو غير بالنتاف وكيقادو لا لين وداكشي داكشي عندهم داكشي ستريكت وهادي وكيجيو كيحسبوا لك بالمسطره هادشي شنو على حساب عينيك على حساب حجبان كيديروا داكشي فريمون بريسي. المره الاولى فاش كدير لا بريستاسيون ملي كخلصتيها كتسوا جوبونس ميكرو بليدينغ ولا شيدينغ ولا هادي كدير لك ليبيلاسيون داخله في لا بريستاسيون. النوبه الثانيه كيكونوا بيان سور كبروا الحجبان وهادي ما داخلاش ليبيلاسيون ما داخلاش في لا بريستاسيون كتعاود لك غير الكومبلاج ديال البرودوي. ليبيلاسيون الا بغيتي ديريها هاد المره خصك تخلصيها انت من جيبك دوكو فوالا و ليبيلاسيون عندهم 20 يورو دونك فوالا سي كامل با دوني. Après voilà c'est des trucs précis moi je trouve que c'est un petit peu exagéré il y en a comme chez Mario No t'as un mec qui dit la pince est pliée ou qui dit que je suis prête ou elle dit maximum 15 euros bon après moi je sais de prix elle dit là je trouve ça que on est une franchise ou elle dit c'est les tarifs pas le tarif bon bref donc juste pour vous dire bah je tape double comme il a pas une touche de l'atelier du sourcil. المره الاولى ليبيلاسيون اللي انتغري في لا بريستاسيون النوبه الثانيه اتخلصوها من جيبكم اي لو تاريف سي 20 يورو. حاجه اخرى دابا تشوفوا في الورق اللي صورت لكم هي كتجي كتقول لك على حساب المورفولوجي ديالك انا عبرت عندك هنا انا قالت لي هنا لي سورسيل خصهم يجيو متباعدين اكثر انا ما عجبنيش قلت لها نو انا بان لي داكشي بعيد بزاف وخصك من بعد ديك الساعه الا كان غديريها يعني خصك تقاد ايبيلي واش يجيك النص هنا وداج ما عجبنيش قلت لها نو انا جو رابروشي بلوس نو انا قلت لك على حساب الكونسي ديالي وانا زعما قاريه داكشي وهادي الا بغيتي ندير لك داكشي اللي بغيتي غتسني لي اون ديشارج كيكتب لك فيها بان راه فوالا قالت لك لا كونسيير ها شنو خصك ديري وانت قلتي لها لا دونك تو كوش انا زعما الا ما عجبكش الحال من بعد تو بو ريان دير فوالا انت اللي ما سمعتيش الهضره ديالها تو بو با ريكلامي. ثاني حاجه كاينه جو سي با واش قلتها في الاول لا مي جو تيان لو بريسيزي انكور راه لاتولي ماشي دو سورسيل دو لا تورتور بور فو دير الميكرو بليدينغ الميكرو شيدينغ سي دو لا تورتور ا فيف يعني اللحم ديالك كيتقطع ا فيف وانت يعني حل عينيك كيبقى ولد انا شفتو عيني قبيله حمرين كيهبطوا الدموع بوحدهم. Le truc c'est que bzaf dial les instituts ou normalement hein, parce que quand tu coupes la peau ou là je pense même les tatoueurs ou les hadis qui diront la crème anesthésiante باش يخدروا هذيك البلاصه هنا قال لك سي اون فرانشيز اللي معروفه وداكشي اللي حنا اون بو با اونيكمون لي ميديسان هما اللي عندهم الحق في فرنسا باش يستعملوا هذيك لا كريم انستيزيونت حنا ما عندناش الحق نستعملوا هذيك لا كريم الا جبتيها انت من عندك وانت خصك تجيبيها واستعملتيها كتسني باغي اون دي شارج كتكوشي قلت لها با على الاقل كتعلميني انا نقدر نجيبها معايا باسكو لوطر فوا زعما في فريمون مال ما قالش ليا راه قالت لك لا حنا اون في با وي مي الا جبتيها معاك فوالا كتسني دي شارج لا قوليها لي نجيبها معايا ماشي مشكل مي ما توجهش بحال هكاك يعني انا فوالا انا نقول لكم التجربه ديالي درتها مع هاد لاتولي هذا مع هاد لاستيتيو هادي باسكو سي انستيتيو كي امبلونتي ان بو بارتو فرنسا ou implanté في المغرب عندهم une boutique je pense في مراكش une في كازا les tarifs باش نقول لكم
par rapport au prix actuel زيدين فيه شي شويش اما الا كانوا ابليكي لو ميم تاريف ديال فرنسا لهيها فوالا سي ليس تومبي باسكو كيبدا نورمالمون الميكرو بليدينغ من 200 اورو تلفوق هما دايرين الميكرو شيدينغ 200 اورو لو ميكس 240 ou le microblading 280. يعني فاش كتجي اون بلوس فاش كتجي كتعاودي في لا روتوش كيكون الحجبان كبروا وكتخلصي ليبيلاسيون ديالك يعني كترجع لك لا بريستاسيون كلها 300 يورو 3 درهم سي كان ميم ان بودجي لي ريزولطا نشوف واش غيشد ولا لا باسكو انا المره الاولى الميكروبليدينغ اللي درت ومع الوقت فاش مشيت عندها شويه بدا كينقص يعني كل وقت بدات كتبان لي بدات كتمشي الوغ كو يلا 6 سيمانات ماشي شي وقت كثير وقلت ليها قالت لي نو سا ديبون على حساب لابو ديال كل وحده وراها سي اون ايفولوسيون نورمال نورمالمون قالت لي راه داكشي كيفاش دارت راه نورمال باسكو قالت لي الميكرو بليدينغ ما كيشدش بزاف بحال هذا لو شيدينغ هذا دونك هذا كيكون فونسي في الاول وكيبدا ينقص 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 الوغ كي الاخر كيكون مويان وكينقص ينقص ينقص دونك فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم لا انا يعني ما تخلعوش انا راسي راه خلعني هذا الريزلت هذا دونك جو ديزانفيكت وكل يوم كندير لا بوماد هادي بونون اون سيمين ما تبقاش الماء داكشي دونك من بعد غادي تشوفوا من بعد في دوتغ فيديو كيفاش سافا ايفولوي ونقول لكم شحال الوقت غايش ليا فريمون ونرد عليكم الخبر دونك اون توكا انا هادي التجربه ديالي مع الميكرو بليدينغ كتجربه هي كوم بريستاسيون سي بيان باسكو كيدير واحد لانين كتكون قاده ما خصش الناس اللي كيبغيو تراسي والحجبان وداكشي ما تبقاش كل مره تراسي يوميا وهذيك كتحيد عليك واحد لا شارج وكيعطي واحد النظره واحد الجماليه واحد لا بوتي لو روغار دونك سي اون بون شوز بالنسبه لهذا لاتولي دو سورسيل واش جو ريكوموند ولا لا جو تروف كو سي بيان سكي فون مزيان هادشي اللي كيديروه مي تقدر تلقى لا ميم شوز في عند انستيتو اخرى بور موان شير فوالا انا زعما الراي ديالي الخاص سون كو سون بارلي بان دوك لي بعدا هذيك اللي طحت فيها كتحط كتجي كتهضر معاك بحال زعما راه عندها الدكتوره في سي با بيجوراتيف سكو جي مي جو تروف زايدين فيه شي شويش باسكو انا في الاول عندها خلصت الميكرو بليدينغ بغيت ندير الميكرو بليدينغ واش يمكن حيت هو صعيب ولا جو سي با ولا لا برون بلوس دو طون ولا هادي حلفات قالت لك علاش واش عرفتي لا ميكرو بليدينغ ما كيتحيدش وراه هادي وهادي وراه كنديرو فلابو هادي قلت لها بس سي لو ميو بالنسبه ليهم سي سي هذيك لا بريستاسيون هي لي لا بلو شير يعني سي لا ميور نو ماشي حيت داروا الاخرين ديريها انت انا نصحك ميكرو شيدينغ انا راه دايره هادي هادي يعني فقساتني وانا كنقول لها في الاخر قلت لها ايكوت انا جيت باش ندير هذاك ميكرو بليدينغ غندير الميكرو بليدينغ ما عنديش حاجه اخرى بون الريزلتا كيما شفتوا ديال النوبل ولا اي تي با مال كان عجبني هذا اي ان بو فونسي بارابور لاخر اللي نكام قنعتني كشت اللون شويه مشى في 6 ديال لا سيمين درت ان ميكس هنايا ميكرو بليدينغ وهنايا ميكرو شيدينغ دونك فوالا هادشي اللي نقدر نقول لكم نتمنى هاد التجربه ديالي تفيدكم ومن هنا الفيديو اخر ان شاء الله نتمنى تكونوا بصحه وسلامه وبالف خير ونقول لكم تهلاو فراسكم و على بروشين جو فو لاف